مرحبا بكم إخواني في حلقة جديدة من سلسلة دروس المقارنة بين الفرمواركات الأربعة، وليس فعلا مقارنة وإنما عمل نفس الأشياء بالفرمواركات الأربعة، وأيضا يعني المقارنة التطبيقية نستطيع القول. فعملنا مع الويب فور مع الأخ مسعود، الام في سي من المفروض يكون مع ياسين لكن هو غايب نوعا ما، الرازور بيرس انا من اقوم بعمله، وبلازور مع الاخ مقران، واليوم ان شاء الله سيكون بلازور. اذا اخواني ان شاء الله يعني بارطاجيو باش يصل العدد اكبر عدد ممكن، هذا يشجعنا اكثر، لان الضيف يعني الضيوف عندما يروا عدد المشاهدين قليل يعني يضع السؤال يقول لك يعني لا داعي لعمل ذلك مرة أخرى، لا يوجد مستفيدين إلى آخره. فلذلك بارتاجيو معها وإن شاء الله نفيدكم في هذه السلسلة. اليوم كما قلت الأخ أمقران سيتحدث لنا على بلازر سيرفر، وكيف عمل نفس التمرين الذي عملناه بالويب فورم والرازور بيج، ما زال لم نعمل بعد بالام في سي، عملنا فقط الدورة الأولى. لاحظ لو ذهبنا إلى يوتيوب كما تلاحظون كل الأشياء التي عملناها لحد الآن موجودة على اليوتيوب. فعملنا تمرين الأول والثاني يعني في الفرموركات الأربعة، ثم التمرين الثالث حيث نريد تعلم حفظ يعني قائمة اي ديز في سيشن في فيو ستيت. مسعود قام بفعل فيو ستيت وسيشن، او مع البلايزر هناك الاب ستيت. ايضا نتعامل كيف نعمل كونتر، قلنا ان اذا كنا نعمل كونتر على مستوى الكليونت فلا بد ان نستعمل جي كويري في رازر بيج والام في سي والويب فورم ايضا. اما اذا نريده عمل بوست باك فيرسل الى السيرفر، فهذا نحتاج الى الابديت بانال لكي نعمل في الويب فورم، نحتاج الى الابديت بانال في الويب فورم مثل ما شرح لنا ذلك الاخ مسعود في الدرس، هذا الدرس الثالث. ايضا نحتاج ايضا اذا كنا نستعمل ديف اكسبريس نحتاج الى كول باك، وشرحت لكم ذلك. ايضا في رازور بيج شرحنا سيشن وكيف استعملت السيشن لحل المشكل. الان مع الرازور بلازور سيرفر ان شاء الله مع الاخ مسعود. مقران اذا تحب تبارطاجي وتعرف يعني تفضل عليك الخط. داكور ميرسي، السلام عليكم. دونك هذه الخطره نحبسوا نديروا لي التمارين تاعنا بالبلازر سيرفر. دونك كيما قال خونا عبد العلي، دونك جو في فير جوست لو بارطاج. تفضل. alors j'ai oublié comment faire le partage. présenter voilà présenter et après tu choisis un micro. L'écran, fenêtre, tout l'écran, écran 2. Voilà, ça arrive. C'est bon? N'oublie pas le zoom, s'il te plaît, ou tu peux cacher la, en bas, ça sert à rien. Et réduire aussi le côté à droite, si tu peux. Voilà, comme ça c'est visible, tu ouvres bien? Un peu plus, s'il te plaît. Zoom ou la wesh? Zoom, ouais. D'accord. Okay. Voilà. C'est bon? Ouais. Très bien. Donc, on décore juste l'objectif tarné ou la... Oui, bien sûr. Donc, la première question qui est qu'on a dit, il y a un bouton j'aime. Et qui clique ou j'aime, il incrémente le compteur t'as les likes. Donc, le Blazor server, il y a des choses là. C'est pas très compliqué. Donc, nous allons juste la page de la product list. Vous avez le composant product. Donc, Zedna, la propriété like count, le modèle, tu as le product. Donc, le modèle, tu as Zedna, la propriété like count. لازم تنكريمونتا chaque fois نكليكيو في البوتون لايك لا بروبريتي هذه تنكريمونتي.
دونك هنا نافيشيها في الفرونت لا فالور تاعها باش نكريمونتيوها. دونك زدنا بوتون هنايا لايك جيم وفي ليفينمون تاع الكليك نروحو جوست لا بروبريتي لايك كونت نديرو بلس بلس دونك ناجوتيو نكريمونتيو لا فاريابل يكي لا فاريابل دونك اللي اون بايند دونك اللي directement affiché sur la partie front, donc dès la mise à jour ou est-ce que le clic c'est un côté client ou bien un côté serveur? Blazor server c'est le côté serveur, voilà. En tout cas tout le Blazor server il s'exécute sur le côté serveur. Ça veut dire que tu as fait un postback, c'est-à-dire créer implémentation d'un variable côté serveur. Et c'est automatiquement, rapidement, il s'affiche côté client. Client, voilà. Donc la mise à jour, il dit juste la mise à jour, tu as DOM avec la communication signalaire. Avec. Voilà, super. C'est ça. Et l'exécution, direct, tu dois faire le serveur. Voilà, c'est ça. Exactement. Signalaire, c'est ultra rapide. C'est pour ça qu'on voit le résultat rapidement. D'accord. Voilà. Donc quand on clique sur j'aime, donc l'intral fait l'événement, incrémenter ou like. Like ou l'iwahed. ولا زوج هنا باراي دونك يعني ليفينمون يكون لانتيريور دو كومبوزون ما نخرجش ميم با لو لا باج ولا الكومبوزون بارون فرازور بيج جيتي اوبليجي كنت لابد يعني نخرج الى البارون باسكو استعملت بارسيال بيج والبارسيال هو نوع ما يعطيكش الكوتي بيهايند الكوتي كود فيو موديل ما كانش كاين نوع اخر HTML حاجه كنسيت اسمها هذاك يسمح لك باش تكري الكومبوزون بالسي شارب وتعطي له لي زيفينمون بالسي شارب مي انا استعملت البارسيال ما يعني جيتي اوبليجي باش نكتب الكود في الكوتي بارون انت الان انت كتبت الكود وكما تلاحظ انك تكليكي على الاول يتغير الاول كي تكليكي على الثاني طبا بزوان دو دير جو سوي سور لو كومبوزون 1 جو سوي سور Voilà, c'est automatique. Exactement. Donc la logique, tu as les likes codés, tu as fait le composant, tu as le product directement. D'accord. Tu as fait le composant. Si tu as enregistré, fait la base de données, après le retour, tu as traduit la chose, sans changer, tu as tenu l'idée. Mais tu as enregistré les likes. Par exemple, je veux le stocker à l'objectif tana, qui est fait le postback, sinon on le fait en JavaScript ou la. La méthode est déjà une méthode kbira, donc on charge à l'extérieur. Après, voilà. Il y a un le service à dès qu'il envoie l'ID à le composant, je le stocker. Très, très bien, Mokran. Voilà, merci. Tu vas dire, Non, d'être le bac à syntaxe, tu as un clic, arrobas. Oui. C'est comme ça la syntaxe. Oui, la syntaxe dans Blazor, justement, c'est bach tchouf les variables C sharp. Lazm dire arrobas, oui. Arrobas, tu dkhl C sharp en fait. Qui met dire C sharp, donc rak fi HTML. D'accord. Ghir dire arrobas, rak tdkhl fi C sharp. كما انت مسعود في الفورم دير برسونتاج الاكبر برسونتاج نقدر ندير باراغ اروباز هنا ندخل في سي شارب نقدر ندير ان فاريابل نسميها نورمالمون دير اكولاد فيت ملاحظه برك كي يعود عندك سطر واحد تاع كود تحوس تضيفه في الاش يمال اذا كان اكثر من سطر لازمك تكري ميثود اذا كان سطر واحد صغير تقدر تاجوتي في الكود وباش تاجوتيه في الكود لازمك دير سنتاكس فلاني دوز اكولاد عن بالك هذيك الاسناد هذيك ايغال انفيريور ثم تكتب تفتح لي زاكولاد تاعك دير قوسين ساعه ومن بعد كيما دار مسعود في اون كليك مقرن في الاون كليك حاول نوري لهم في لاتاشمون اون كليك سي تو سيليكسيون الاون كليك وي باسكو لا اوني ديجا دون سي شارب با سي بور سا كي ما يحبش هادي وي تقدر ديرها تقدر تكتب كود ديريكت Voilà, non. Donc, dire arrobas, deux accolades, rectifier le C sharp. Voilà. Donc, dire wesh tu Mais en bas, fait on clique,
لازمك لو او باسكو كاين لو او مثلا اذا كان عندك لو او اللي هو الايفنت ليفينمون بوغ اتغابي ليفينمون تزيد او هنايا وتقدر تبعث اون بارامتر ولا ارغيومون ولا تقدر تبعث اون بارامتر في لا ميثود ولا فهمت كيف سي بوغ سا هذا هو السنتاكس اما اذا كنت دير ميثود فما تحتاج دير دو زاكولا تكتب ديريكت الاسم تاع الميثود مام فوالا فوالا ليكزومبل سامبل هنايا باغ اكزومبل رجع دير هنا فالدوم لازم نعيط هادي بالسي شارب دونك تقدر دير هاك فوندا اكسبريشن ابري تعيط لهادي برودكت واه سي ميم شوز طيب هاد البروداكت بصح هاد البروداكت هو فوالا سي سا ام قران وي اتنيش نروح لاباج باك تنعتنا لاباج باك دير انسبكتي واش كاين برك حبيت نشوف برك تاع اون كليك هادي واش ما تشوفهاش تشوف لا غير لاش تي ام ال ما تشوفش من سي شارب على بالي معليش نو راه هكا كيما هكا نشوف لا باج اش تي ام ال داكور هاي هنا اي في ال او ما تشوفش سي شارب ما تشوفش ليفينمون اون كليك ما كاين والو ما كاين والو كاين غير لاش تي ام ال لاش تي ام ال تاعك واحد الفيشي صغير تاع جافا سكريبت اللي يقول لك راه سيدي ويب سوكيت لا بقى كي تروح للسورس تلقاه ثم نو 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 ما تلقاش والو تلقى غير قلت لك الجافا سكريبت تاع تاع سي سي ال ار كاين لي جافا سكريبت تو مي توت سي دون لو بلازر سي بلازر سيرفر لا جي اس ان توكا تا با لي سورس سي سور تا با لي سورس دو كوتي فرونت باسكو سي البرازر سيرفر ما عندكش لي ريسورس في الكوتي تاع الفرونت اوكي داكور فوالا الاوردر ليست ماتون دونك باش ديروا الاوردر ليست دونك ان فيت لوبجيكتيف تاعنا كي كليكو على البوطون اجوتي جي رافريشي شتي مينوت ها هذه اللي حكيت لكم كي تاجوتي في الباني سواء دير تحبي تشري البرودوي بار اكزومبل لازم يتونجستري في ايسي كومبيان برودوي عندنا في الباني وكي ندخلوا في الباني نافيشي ولا ليست دي برودوي سيليكسيوني شريناهم فوالا دونك زدنا البوطون ادد برودكت في الكومبوزون برودكت دونك هاد الخطره اللي ديفيرون دو ليفينمون هنا تاع لايك باسكو هنايا درنا عيطنا الميثود ادد برودكت كي نكليكو في البوطون اجوتي او بانيي نعيطو لا ميثود ادد برودكت اللي ديفيني دون كوتي سي شارب واش نديرو فيها انفوكيو ليفينمون في البارون ليفينمون هذاك سموه اون ادد برودكت ونعطيو البارامتر لاي دي تاع البرودكت دونك اشاك فوا نكليكيو في البوطون اجوتي نانفوكيو ليفينمون اون ادد برودكت في البارون ونعطيهم بارامتر لاي دي البرودكت اللي شريناه اللي كليكيناه ضرب العربيه برك مقران هنا قام بعد تحديد البرودكت اي دي لان البرودكت بارام هو البرودكت الذي هو المحدد البرودكت محدد اذا نصل اليه عن طريق الاي دي فعندما يستخرج الاي دي من برودكت بارام يرسله الى البارنت الى ليست برودكت ليست إذن invoke async معناها نريد إرسال هذا إلى الparent. فوالا دونك دونك invoke هذا الإيفينمون هذا الإيفينت on order product اللي أتاشي لا ميثود يعني لا ميثود added product to ID هذه ميثود كان في البارام فوالا معروفه في اتاشي ميثود ان انفوكاسيون ثم الكول باك تاع الفيس اذا ديكلونشي ان ميثود في البارون اكزاكت واه دونك نريكوبيري نحكموا لاي دي هذاك اللي بعثاه بعثوه للفيس لان بارون اللي هو ليست دي برودوي هذا واش فوالا سي سا البارون واه اكزاكت واه البارون اللي راه فيه الكومبوزون برودكت اللي كاين فيه الكومبوزون برودكت دونك نريكوبيريو الاي دي هنايا ونزيدوه لا ليست تاع اي ديز هي لا ليست تاع لي انت دونك هنا نجمعوا كاع لي برودوي
اللي شريناه. داكا ثم اشك كليك تبعت الاي دي يروح البارون، البارون يقول اه جاني اي دي نهزو نحطه في ليست عندي انا في في البارون. اكزاكتلي مادام لي اوميموار ثم مخرج من لاباج تاع البارون اللي هي داك، فالفاريابل راهو يبقى يتعمر يسمى خطره يتعمر لا ميم باج. اكزاكتلي يعني توجور في لا ميم باج، هي ليست دي برودوي وين كاين فيها لي كومبوزون تاع لي برودوي. اكزاكت سي بور سا دونك عندنا زدت هذه عندنا اي دي كونت نقدروا نشوفوا شحال من برودوي كوموندينا، وعندنا ici le lien الباني اللي بعثنا لا ليست باش نشوفوا كاع لي برودوي لي كوموندينا. لو ليان لو ليان راك داير ناف لينك وي حنا مازلنا ما درناهاش درس مي معليش تقدر دير الا بار اكزومبل فوالا سي كيما الا مي الا يرفريشي لك لا باج اللينك ما يرفريشيش لا باج سي كوتو انفورماسيون بل نخليه ناف لينك. ايه خليها هكا داكور دونك هذه الناف لينك تبعث لك لا باج اوردر ليست وين نافيشيو كاع لي برودوي اللي شريناهم. دونك كما تلاحظوا هنايا دونك في لا باج اوردر ليست تاخذ بارامتر هي لا ليست دي برودوي لي موجودين في الطابلو اي دي. دونك هنا درنا ان سترينج جوين باش نحولوا الطابلو تاع الانت يولي سترينج واحد باش نبعثوه في البارامتر لا باج اوردر ليست. ابري كي ندخلوا في لا باج تاع اوردر ليست باش نشوفوا كاع لي برودوي لي كومونديناهم عندنا نلقاو الباث تاعها افيك البارامتر اس تي ار اي دي. دونك هنايا سي اون درنا اونتر الباليز هنايا بارامتر باش نقولوا بلي اس تي ار اي دي نريكوبيريو في الاو ار ال باش يكون البايند فال الماتشين كويري سترينغ فوالا. اي في لا ميثود اونيسياليز نديرو ان سبليت باش نعاودو نديرو اون ترانسفورماسيون تحويل المعاكس مش يعني بالسترينغ نحولوه لا ليست تاع لي زاي دي دي برودوي. ابري هنا درنا فيلتر ان سامبل فيلتر يعني نريكوبيريو كاع لي برودوي لي كومونديناهم باش نافيشيو باش نريكوبيريو لا فاريابل لا ليست برودكت برودكت اوردرد كاع لي برودوي كنا كوموندي. هادي نفس الشيء مع لا ليست دي دي برودوي دونك درنا جوست فور اتش نعيطو لو كومبون نفس الكومبوزون برودكت باش نافيشيو لا ليست دي برودوي. ابري كاين واحد ديطاي صغير شويه باش خاطر في السؤال تاعك عبد العلي حبيت تافيشي ليماج